خلينا نروح سريعا لاخبار المحافظات. فاسيوط تم تجهيز 28 مركز تجميع وشونه لاستقبال حصاد وتوريد القمح. اما في الفيوم فبيتم تنفيذ 134 مشروع من اجل توزيع مياه الشرب في قرى اطصا ويوسف الصديق، وده ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه. أما في الإسكندرية فتم رفع 19 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام عيد الفطر، وفي المنيا تم إطلاق قافلة طبية بمركز دير مواس هتستمر لمدة يومين لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج للمرضى بالمجان. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسيوط أعلنت المحافظة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة بعدد 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعين على 13 مركز وحي بالمحافظة، وفقاً للإجراءات اللي تم اتخاذها للتسهيل على المزارعين أثناء الاستلام والتوريد للشون والصوامع. وحيث يتميز هذا العام بزراعة مساحات كبيرة من القمح بلغت 174,757 فدان بمختلف القرى والمراكز بمتوسط إنتاجية 18 أردب للفدان. في دمياط أعلنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر انتهاء عمل فرق الإنقاذ والخدمات بالشواطئ على أن يتم استئنافها في الأول من مايو مع بداية موسم صيف 2024، وناشدت الوحدة المواطنين عدم نزول البحر طوال فترة عدم التشغيل حفاظاً على سلامتهم. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها، كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 ظهراً لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تنفيذ 134 مشروع لمياه الشرب بقرى مركزي إطصا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه في إطار خطة الدولة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الإسكندرية أعلنت المحافظة أنه خلال أيام عيد الفطر المبارك تم رفع 19 ألف طن مخلفات صلبة، وتم تكثيف عملية كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة في جميع الأحياء، كما تم تكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد ومناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة، بالإضافة لزيادة عدد المخلفات المنقولة من المحطات الوسيطة للمدفن الصحي بمدينة الحمام. في المنيا بتنظم مديرية الصحة اليوم الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية أولاد مرجان بمركز دير مواس، وبتستمر على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة في إطار تقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم. فأسوان استعدت الأجهزة التنفيذية لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد، وبلغ عدد المواقع التخزينية بالمحافظة 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن، وهتبدأ كافة المواقع استلام الأقماح المحلية ابتداءً من اليوم الاثنين، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.